الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. النهاردة بإذن الله تعالى معنا موضوع خطير جدا جدا. كنا بنتكلم مرة الفات عن غض البصر في قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكنا قلنا هنتكلم في بعد كده قضية حفظ الفرج، وقلنا أن احنا نتطرق لأخطر قضايا المتعلقة بالمسألة ديت، وهي قضية العادة السرية وقضية مشاهدة الأفلام الإباحية، لأن ديت أكتر مشكلة بتواجه أو بتقف عقبة قدام حفظ الفرج، وخاصة انتشار الواسع جدا لمشاهدة الأفلام الإباحية. الموضوع بقى كبير وخطير أكبر من زمان، لأن موضوع الإباحية يكاد يكون الآن مشكلة العصر بالنسبة للشباب. هذا لا نبالغ إذا قلنا، وتشوف آخر الدرس هتعرف ليه هي إيه أكبر مشكلة الآن بتواجه الشباب، مشاهدة الأفلام الإباحية أو إدمان كمان مشاهدة الأفلام الإباحية. هنمشي بترتيب معين كده، هنتكلم فيه في كذا عنوان علشان نوصل إيه هي المشكلة أصلا، هل هناك مشكلة أصلا في مشاهدة الإباحية، وإيه المشكلة إن أنا أتفرج على أفلام إباحية، وطب إيه طب هي هل هي ممكن تصبرني لغاية الزواج زي ما بعض بيقول، هل هي حل، هل هي بتنتهي بالزواج، هل هي مؤثرة على الإنسان عموما، هل الموضوع كله مجرد زي ما بيقولوا ضعف ركب وبصر والكلام، ولا الموضوع أكبر من كده بكتير، هل هي بتأثر على الزواج، هل بتنتهي بالزواج، هل بتؤثر على نفسية الإنسان، هل بتؤثر على المجتمع وعلاقات الإنسان بالمجتمع، كل دوت إيه، كل دوت هنشوف. أنا الحمد لله ربنا من عليا الإيه الفترة اللي فاتت ديت، حضرت دورة كده كبيرة قوي في موضوع دوت مع فريق واعي، دورة حوالي 20 ساعة في تعلم كيفية معالجة مدمن الإباحية، أو عموما كيفية التوعية بقضية الإباحية دي عموما، إزاي نوعي الشباب بقضية الإباحية، وإزاي نعالج الشباب من قضية الإباحية. الحمد لله يعني إيه خدنا شهادة إتمام الدورة، كانت دورة كبيرة، دورة عظيمة، دورة جميلة، جزا الله خيرا يعني فريق واعي، فريق متميز جدا، وجزا الله خيرا دكتور محمد عبد الجواد يعني مدير فريق واعي على المجهود الكبير اللي بيبذله في نشر التوعية للشباب من قضية الإباحية ديت. والحقيقة كل المادة اللي أنا حولها دلوقتي هي منسوبة لهم، ليس لي فيها ناقة ولا جمل، هم يعني لهم الفضل في تحضير المادة ديت. طبعا أثناء كلامي هنتكلم بقى في العلاج وكده، إنك أنت تتعرف على شغل فريق واعي، إنك أنت تتعرف على مواقعهم، ده جزء أساسي من التعافي هنتكلم عنه بعدين. بس عموما هتلاقوني حاطط بقى في الديسكريبشن أو في الكومنتات كل الأكونتات بتاعت واعي، سواء على الفيسبوك أو التليجرام أو غير كده من المواقع، وأنت بقى بعد كده تشترك في المواقع ديت وتزداد علم وتزداد فهم، واللي محتاج إن هو يتعافى هيلاقي هناك تواصل سهل جدا مع أعضاء الفريق. تمام؟ ممكن تطفي المروحه. طيب الحاجه اللي بعد كده ان هم ليهم منتجات كتب الفوها في المواضيع ديت، قصدي اسف ترجموها في المواضيع ديت، كتب خطيره جدا تتكلم بالتفصيل عن كل العناصر اللي هتكلم عليها النهارده والمره الجايه، برضه هحط الروابط بتاعتها ايه، هي موجوده مجانيه بي دي اف على النت، ممكن احط روابطها ان شاء الله في ديسكريبشن او احطها في الايه في الكومنتات. زي ما قلنا ان مشكله الاباحيه ان صارت مشكله ضخمه جدا، يعني اذا عرفت ان متوسط الان تعرض الشخص للاباحيه هو 11 سنه متوسط، يعني اذا تعرض الانسان للاباحيه وارد، الان بيتكلموا ان في اطفال بيتعرضوا للاباحيه من سن 4 سنوات 5 سنوات. تقولي ده هتعمل معاه ايه؟ لا هتعمل معاه كتير، هتغير عنده نظره تماما للعلاقه دي، غير الصدمه اللي بتحصل له، حاجات كتير هنتكلم عنها. بس انا بتكلم ان اطفالنا دلوقتي بيتعرضوا للاباحيه، طفل معاه 4 سنين معاه موبايل ومعاه نت، طالما في موبايل ونت سريع يبقى لازم هيكون فيه اباحيه. عشان كده في الباحثه الشهيره بتقول ان لم يعد الان السؤال هل ابني سيشاهد الاباحيه ام لا، انما صار الان السؤال متى سيشاهد ابني الاباحيه. كان مشاهده الاباحيه دي بالنسبه للاطفال اصبح امر مفروغ منه، وان احنا بس بنتكلم امتى هيحصل كده، امتى ابني هيشوف الاباحيه،
ومسألة ضرر على الإباحية على الأطفال ده هنتناوله، وإزاي أنا أوعي ابني من الإباحية، وإزاي هوصله الموضوع. دي مشكلة تانية، هو طفل دلوقتي هو مش فاهم، هو مشكلة هيجي له موضوع أنت مش عارف حتى تشرحه له، هتقول له إيه؟ عنده 5 سنين، عنده 6 سنين، هتقول له إيه؟ هتقول له يعني هتشرح له إيه؟ هو مش هيستوعب لو شرحت له بالشرح النمطي زي ما أنا هشرح لكم دلوقتي، بس في رسائل تانية المفروض توصل للأطفال غير الرسائل أنا هقولها لكم دلوقتي، وده هنتكلم عنه بس غالبًا في المرة اللي جاية. إذن أنا بتكلم دلوقتي إن التعرض الإباحية مبقاش للشباب، ولا مثلًا زمان مثلًا كان الولد يخش ثانوي وبتاع يجيب صور من أصحابه ويجيب صور مجلة بلاي بوي، ولا يبتدي يأجر شريط فيديو بقى، أو بقى واد فت قوي عنده الدش الأوروبي في البيت وأبوه غني شوية. لا بقى دلوقتي كل طفل دلوقتي معاه موبايل ومعاه نت. إذن المعادلة بتقول لك موبايل زائد نت زائد باقة يساوي إباحية ولا بد، آجلا أم عاجلا. أنت دلوقتي قاعد في حالك، أنت راجل ملتزم أو أغلبنا ملتزمين، انت بتبقى قاعد في حالك، هي بتجيلك لوحدها. انت عشان فاهم ممكن تعمل اسكيب، ممكن انت بتعمل باص للحاجه ديت، وممكن بتخش احيانا، او ممكن بتتنح احيانا، انت كبير اهو، وممكن اهتماماتك عن النت ملهاش علاقه بالاباحيه، بس هي بتطلع لك. فبالك طفل بقى ممكن يطلع له اي فيديو ويخش على اي حاجه انترستد، بيخش بتشوف ايه الموضوع دوت، وبدا ينجذب واحده ورا الثانيه ومش مستوعب اللي بيحصل. بقى دلوقتي مهم جدا ان احنا يحصل توعيه لاولادنا، توعيه لنفسنا، توعيه الاباء نفسهم لازم يحصل لهم توعيه. الاباحيه دي بتضر في ايه؟ لان ممكن اب يكون عارف ان ابنه، مش سيبك من الصغير الكبير، عارف ابنه الكبير بيتفرج، يقول لك عادي سيبك سيبك شاب وايه وبكره يعقل وبكره يفوق بكره يتجوز ويبطل. لا، الموضوع اخطر من موضوع ان هو يتجوز ويبطل، زي ما هنشوف ان هو موضوع يتجوز ويبطل دي وهم ومش هيحصل. مفاهيم كتير غلط عن موضوع الاباحيه، زي ان الاباحيه حل، او ان هي بتهدي الشباب، او ان هي بتفك الكبت الجنسي، او ان هي ممكن تكون تنتهي بالزواج والموضوع مؤقت. دي مفاهيم خاطئه، بل الموضوع يزداد خطورته لما تجد المفاهيم الخاطئه دي مش بتطلع مثلا من ايه، من الشباب مع بعضهم قاعدين مع بعض بايه بيهروا كده زي ما احنا زمان كنا ممكن نهري ومعلومات، ناخد معلومات جنسيه خاطئه من بعض. بل الان المعلومات دي بتجيلهم من مصادر موثقه، يعني بيطلع دلوقتي ممكن طبيب في التلفزيون بيتكلم على ان العادة السرية مفيهاش اضرار، او ان مشاهدة الاباحية مفيهاش مشكلة، او تطلع ممثلة تقول لك خلي الشباب يتفرجوا على الاباحيات خليهم يفكوا الكبت بتاعهم مثلا، او يتصبروا زي ما قالت بالظبط، يتصبروا لغاية الجواز. هل الاباحية هتصبر؟ بل بيطلع كمان من اخصائيين نفسيين، يعني سيبك من دكاترة، بيطلع من مستشارين اسريين، ان مثلا واحدة تبعت لمستشارة اسرية تقول لهم والله انا زوجي بيتفرج على الاباحيه اعمل معاه ايه؟ طبعا ده موضوع تاني هنتكلم عنه، ان الزوجه لو عرف ان زوجها بيتفرج على الاباحيه اتفرج على الاباحيه اعمل معاه ايه؟ تخيل المستشاره ممكن ترد تقول ايه؟ تقول لها عادي سيبيه، عادي سيبيه، وكان الموضوع غير مؤثر، تقول لها انت اهتمي بنفسك بس واهتمي مش عارف ايه وسيبيه، هو سيبيه يعمل اللي هو عايزه، مش مشكله، مش مشكله. كارثه كبيره جدا دي، الاجابه دي رهيبه، وهتعرف انا عايزك تفتكر الاجابات دي في اخر الدرس عشان هتضحك عليها. مشكلة كمان الموضوع ده بقى كان في بعض رجال الدين، اللي هم طبعا مشكلة ان انت تفتي في حتة انت ما بتفهمش فيها، يعني ممكن رجال الدين احيانا بتستجد عليه مسائل هو مش فاهمها، فممكن يفتي فتوى غلط، يعني يجد شيخ تقول له زوجي مثلا بيتفرج اعمل معاه ايه، فيقول لها مش مشكلة ممكن ايه تعملي نفسك، كان هي اجابة كده يعني على بعض المواقع الشهيرة، يقول لها اتفرجي معاه وفي نفس الوقت تزيني بحيث ان هو يلاقيكي قدامه في ايه مش عارف ايه، وبعد كده واحده واحده ايه تسحبيه واحده واحده، وبعد كده ايه خلاص ويبطل الموضوع ده. تخيل انت الفتوى عامله ازاي. في واحده جات لها زي كده استشاره، بتحكي بس مش من شيخ، كانت مستشاره اسريه، قالت لها اتفرجي معاه وتزيني والكلام دوت، بتقول يا ريتني ما خدت نصيحتها، انا وجوزي دلوقتي بنتفرج افلام اباحيه ومالناش دعوه ببعض. تخيل، عايزك تفهم ان الموضوع دلوقتي الضربه مش بتجيلك من صاحبك اللي قاعد على القهوه يقول لك هبل او بيهرتل، لا دلوقتي بقت تيجي من ناس مش مستوعبين خطوره الاباحيه. ليه؟ لان الاباحيه دلوقتي طوفان جديد، يعني الاباحيه انتشرت يمكن بعد ما بقى في انترنت سريع من سنه 2006 انتشرت في كل البيوت، قبل كده كان في يعني اعاقه عشان توصل لحاجه زي كده، ديسكات بقى وسيديات والنت 3 سبعات 0 3 سبعات، عذاب على ما يفتح صوره، كان بهدله يعني عشان توصل لحاجه. لكن دلوقتي بضغطه سر انت بتوصل لفيديوهات اتش دي، وموضوع الصور ده خلاص بقى ايه، بقى حاجه يعني ملهاش اي لازمه. طيب يبقى احنا نتكلم في القصه ديت بسبب زي ما قلنا المفاهيم الخاطئه
وصول الامر للاطفال، قله الوعي بين الشباب والاباء ان الموضوع صار ادمان، وزي ما نتكلم ليه ادمان وازاي وصلنا للمرحله دي، الموضوع بدا يبقى ليه اثر على المجتمع، اثر على المجتمع من خلال انتشار جرائم جنسيه. جرائم جنسيه وصلت لمراحل شاذه، بمعنى انك انت الان بتتكلم في ان عادي بقى بنسمع كل يوم عن جريمه اغتصاب طفله. ايه اللي يخلي واحد يغتصب طفله؟ ليه وصل لكده؟ هنعرف ليه وصل لكده من خلال الكلام. بس انت بتسمع دلوقتي جريمه في الشرقيه ان واحد طفل اغتصب طفله، يعني عنده مثلا 12 سنه اغتصب طفل عندها 11 سنه. القصه ما كانت مشهوره في الشرقيه ان طفلين وهم راجعين من الكتاب، راجعين من الكتاب، والبنت راجعه من الكتاب، مسكوها في الايه في الزرع وبتاع واغتصبوها وقتلوها. طفلين بالغين بس في نظرنا يعني، لما مسكوهم وتحروا معاهم بتاع ايه اللي حصل بتاع، قال لك احنا بنتفرج على افلام واحنا بنقلد. دلوقتي ساذج، قال بكل بساطه ايه السبب، قال احنا كنا نتفرج على افلام انا وصاحبي وكنا عايزين نقلد اللي نقلد اللي بنشوفه. لما تسمع عن جريمه ان اب اغتصب بنته وقتلها طفله وحكى في التحريات ان هو كان بيخليها تتفرج معاه الافلام الاباحيه، ايه اللي وصلنا له دوت؟ وليه الموضوع ده وصلنا له في العصر الحديث؟ رغم ان انت ممكن تقول الجرائم دي ما كناش بنسمع عنها زمان، رغم ان زمان كان في تبرج اعلى من دلوقتي، يعني ممكن في الخمسينات والستينات كان في ميني جيب ومايكرو جيب، ممكن ما تلاقيش قوي دلوقتي، سيبك من اللي حصل في مؤخرا مقطع ومش مقطع، بس لغايه عهد قريب كان فعلا التبرج في بناتنا مش زي التبرج في الخمسينات، كان في نقاب وفي حجاب وبتاع. ليه الجرائم دي ما كانتش زمان والجرائم دي دلوقتي؟ الموضوع مش مرتبط بتبرج النساء في المقام الاول، الموضوع مرتبط ان في جيل اتربى على الاباحيه. وبرضه الاجابه هتجيلك اثناء الدرس، ليه الاباحيه هي اللي سببت الجريمه ديت؟ وايه علاقتها بالجرائم؟ وليه الجرائم دي ما حصلتش زمان؟ ناس يقول لك زمان رغم ان الستات كانوا كده ما كانش فيه تحرش، ما كانش فيه نسبه الاغتصاب ديت، ما كناش بنسمع عن الحاجات الرهيبه ديت. يقول لك رغم ان تبرج زمان اسوأ من تبرج دلوقتي، لا، في عامل تاني اصلا مش موجود، الاباحيه، انتشار الاباحيه بين الشباب والبنات والكلام دوت. لما تعرف ان الموضوع زي ما قلنا وصل لجرائم اغتصاب رهيبه، لما تعرف الموضوع اثر في البيوت، اثر في البيوت لان مدمن الاباحيه زي ما هنشوف الموضوع بياثر على زواجه، على علاقته بزوجته. لما تعرف ان نسبه الطلاق في مصر مع انتشار الاباحيه زادت جدا، وان الناس دلوقتي بيدوروا هو ايه السبب، ايه السبب اللي خلى نسبه الطلاق تزيد، وصلوا ان في ارتباط بين شرطي بين انتشار الاباحيه في البيوت وانتشار الطلاق، لان وجدوا ان في مشاكل بين الزوجين في العلاقه الزوجيه بسبب الاباحيه، وده هنتكلم عنه. في مشاكل في، وطبعا المواضيع دي فيها سريه فانت ما تعرفش تعمل عليها احصائيات، لكن النسبه بتزيد بشكل مبالغ فيه لدرجه ان احنا بنتكلموا دلوقتي في ربع مليون مطلقه في العام. ربع مليون مطلقه في العام، يعني انت بتتكلم في كل خمس دقائق في مطلقه، كل خمس دقائق في واحده بتتطلق في مصر. نظروا للاسباب، جعلوا على راس الاسباب ديت مشاكل في العلاقه الزوجيه بين الرجل وامراته، وصنفوا من اسباب المشاكل العلاقه الزوجيه ديت مشاهدة الإباحية من أحد الطرفين. وهيسبب إيه؟ هنشوف مع بعض، بس أنا بنقلك لأن الموضوع قد إيه رهيب وخطير، وصل لجرائم جنسية رهيبة، وصل لبيوتنا وسبب طلقات، طبعًا خراب بيوت وتشرد أطفال، وبالتالي مزيد من الجرائم ومزيد من الإيه؟ من الشذوذ والانحرافات. الموضوع لما تعرف إن هو يعني صار تضاعف جدًا في المرحلة السابقة، لدرجة إن هما بيتكلموا إن أعداد المواقع الإباحية بتزيد بأضعاف مهولة كل عام، وبقت مسيطرة على النت، بقت أكبر ما محاولات البحث في النت هي على المواقع الإباحية، والمواقع الإباحية صارت أكبر اقتصاد تقريبًا الآن في العالم، بيدخل عشرات المليارات في العام الواحد، مليارات تكفي لإطعام كل فقراء العالم وإنهاء كل مشاكل العالم، عشرات المليارات بلا مبالغة. ما عدد متصفحي الإباحية بيفوق عدد متصفحي ممكن جوجل فيسبوك والكلام دوت، الأمر وصل لدرجة غير عادية. طبعا وصوله للدرجة الغير عادية ديت مترتب على أمور، منها سهولة الوصول، موبايل زي ما قلنا هي المعادلة سهلة، موبايل نت سريع باقة يساوي إيه؟ يساوي إباحية، لازم يساوي إباحية. وده لازم نفهمه، ان بعض الناس ممكن خصوصا كبار السن لما يسمع كلامي دوت يفتكر ان انا بتكلم في موضوع بعيد، او ان ايه ان هو لا انا ابني مش ممكن يكون كده، لا مستحيل، انا مستحيل ابني يكون شاف حاجه زي كده. هذا اللي بيعتقد كده يعني عنده نوع من الايه من الغيبوبه عن الواقع. انا مش بقول لك ابنك وحش، بس لازم يكون تعرض، ممكن يكون رفض، يعني تعرض ورفض
او بنتك شافت ورفضت الحمد لله بس تعرضت وعد عليها. مفيش حد فينا ما مرش عليه حاجه زي كده، اما صوره او فيديو. والشاطر فينا اللي هو بيقاوم وبعد فتره يتعرض تاني، يقاوم بعد فتره يتعرض تالت، يقاوم. فالتوعيه دي بتحاول تزود موضوع المقاومه عندك عشان ما تكملش، عشان ما يوصلش الادمان. وفي من ولادنا اللي شغال عادي ومدمن وما الاب والام مش حاسين باي حاجه، لان زي ما هنشوف الموضوع ده مش هياثر قوي يعني على مش هتحس ان ابنك بقى متوحش مثلا او ان هو مش هيبان عليه بسهوله، بس هيبان عليه مرحله طويله. لان الادمان مشاهده الاباحيه مش هتاثر عليه على المدى القريب. فممكن يكون شغال في المراحل الاولى مش هيبان عليه حاجه، والولد شكله مؤدب ومنتظم ودراسته ولبسه ونظافته عادي خالص مفيش اي حاجه. بعد فتره هتبدا بقى الاعراض تظهر مره واحده، تكتشف ان هو بقى له سنين بيتفرج على اباحيه زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. الاحصائيات طبعا بتتكلم في ارقام مهوله، بتتكلم في ان في سنه 2018 في 91 مليار زياره للمواقع الاباحيه. 91 ايه؟ مليار زياره للمواقع الايه؟ الاباحيه. يعني اكتر من 50,000 مشاهده في الثانيه. في الثانيه الايه؟ الواحدة. 35 اكتر من 35% من مجموع الداونلود التحميلات اللي على النت هي منسوبة للمواقع الايه؟ للمواقع الاباحية. طبعا لو اتكلمنا بقى ان احنا دلوقتي نتكلم في موبايل ونتكلم في نت سريع وباقة، انت متخيل لما تنتشر بقى النظارات بتاعت جوجل ديت او النظارات عموما بتاعت الفيرشوال رياليتي، ممكن نوصل درجة ايه في مشاهدة الاباحية. هيكون الشخص بيتفرج على فيلم كأنه قاعد جواه 3D، كأنه مشارك حقيقي بالفعل. وممكن يعملوا له بعد كده ممارسات يقدر هو يستمتع بشكل ما، وممكن يتعمل له مع النظارة ديت زي ما هو دلوقتي موجود عرايس جنسية تخلي له الموضوع واقع حقيقي ممكن يمارسه. انت متخيل ممكن نوصل ايه دلوقتي؟ في النظارات دي موجودة والافلام عليها موجودة، بس لسه ما انتشرتش في بلاد الايه؟ في بلادنا بالصورة ديت، بس الموضوع يستفحل. فلو احنا ما بناش دلوقتي وعي، هل السؤال هل انا اقدر امنع الاباحية؟ لا ما اقدرش امنع الاباحية، لكن نقدر نوعي. عشان كده الهدف من درس دوت او هدف عموما حتى فريق واعي لما رافعين شعار، مش عادمين شعار القضاء على الاباحيه، كان ده الشعار الاول زمان، صغيروه قالوا يعني ايه قضاء على الاباحيه؟ وفي حاجه اسمها القضاء على الاباحيه؟ انا لن تستطيع ان تقضي على الاباحيه، الاباحيه الان زي يعني اكلت الاخضر واليابس في كل البيوت في كل الموبايلات، لكن نستطيع ان نوعي الشباب من الخطر دوت وننشر الوعي دوت. عشان كده غيروا اللوجو بتاعهم، خلوه اكتشف نفسك بدون اباحيه، مش مفيش اباحيه، بس عايزينك تتخيل نفسك بالاباحيه وتتخيل نفسك بدون اباحيه، وبعد كده تقارن وتاخد القرار. واحنا عندك وعي، ما نقدرش نضربك على ايدك وما نقدرش نحملك حمل على التوبه من موضوع الاباحيه دوت. الاحصائيات زي ما بنقول مهوله، الاحصائيات زمان كانت بتقول ان سن من سن 18 سنه ل 30 سنه في اكثر من 60% من الرجال بيشاهدوا الاباحيه بشكل مستمر. و 21% من النساء. في السن اللي هو سن 18 لغايه 30 ان في 60% من الشباب بيشاهدوا الاباحيه بشكل مستمر على فترات، و 21% من النساء. بل الاحصائيات دلوقتي زادت بقى مع 2018 2019 الناس تتكلم النسبه دي زادت تقترب من 90%. طبعا وان كانت النسب دي ممكن تكون في بلاد الغرب، لكن النسب على فكره في البلاد العربيه ما تختلفش كتير عن النسب في البلاد الايه؟ البلاد الغربيه، لان الاباحيه زي ما قلنا مرتبطه بحاجات هي متاحه للجميع. موبايل معاك زي موبايل معايا، وجودها مرتبطه بالعولمه، النت هو النت في روسيا غير النت في مصر، النت في امريكا، نفس المنتج نفس المعروض نفس الموبايل نفس السرعه، فبالتالي ملهاش علاقه ان احنا فين، فممكن النسب دي تتكرر في اي مكان بغض النظر عن ثقافته، لان السبب للوصول هو نفس الايه؟ نفس السبب. الاخطر من كده ان الناس بيتكلموا ان السن دوت اللي هو اتعرض للاباحيه، لما عملوا احصائيه وسالوهم امتى اول مره شفت الاباحيه، 29% من اللي بيشوفوا الاباحيه دلوقتي بشكل منتظم قالوا ان احنا شفنا الاباحيه قبل البلوغ. قبل البلوغ، يعني الان اللي بيشوف الاباحيه بشكل منتظم بيقول انا 27% منهم بيقولوا احنا اتفرجنا على اول فيلم اباحي قبل ما نبلغ، 27% منهم. عشان كده بقول لك ان الان مدمن الاباحيه اللي هو دلوقتي ممكن يكون تعرض في مراحل صغيره، انت يمكن مش متصور كده لان انت قبل البلوغ ما كانش في نت تقريبا، في ناس هنا ما كانش في نت قبل بلوغهم، يمكن انا في سني قبل البلوغ فعلا كان حاجه نادر جدا ان انت يعني اقصى احلام اي شاب ان هو يتفرج على صوره او يمكن كان في فيديو او حاجه صعبه جدا ان انت توصل اباحيه، لكن الان سن دون البلوغ ده سن يعني منفتح تماما، فما تقيس مقاييسك انت، قيس مقاييس طفل الان عنده 10 سنين معاه موبايل في مدرسه لغات واصحابه في النادي
وبيقعد لوحده كتير وبينام، وعنده اوضه لوحده في البيت، وعنده شاشه لابتوب في الاوضه لوحده، وبينام لوحده ومعاه موبايل تحت السرير وفي واي فاي في البيت. تخيل انت ممكن شاب زي دوت، انا مش بتهم حد، مش بتهم تربيه، بس انا بقول ممكن يتعرض قد ايه للموضوع دوت، ممكن يحصل له ايه لو ليه القصه ديت. اذا النسب دي بتتكلم في زياده مضطرده. حتى لما استفتوا قالوا طب اللي هو شاف دون البلوغ ده شافها ازاي؟ لان هو شافها بنسب كتيره. اكبر نسبه كانت الصدفه، اكبر نسبه كانت الصدفه، ان اغلب اللي تعرضوا للاباحيه دون البلوغ كان صدفه، يعني بيقلب في موبايل ولقى دخل، بدا مره في اثنين في ثلاثه، حصل نوع الايه الادمان زي ما هنتكلم. والنسبه اللي بعد كده كان عن طريق صديق، صديق شاف صدفه برضو، بعد كده هو بدا يقول ايه ده، بص انا شفت ايه امبارح، ايه دوت ايه دوت ايه دوت، حصلت الصدمه للاثنين واستمروا. وبعد كده في نسب بيقول لك عن طريق ايه، عن طريق يعني شخص اخر، او ان هو بحث بنفسه، دي اقل نسبه، اقل نسبه ان هو دور ايه، دور بنفسه. اذا الولد احنا مش بنتهمه، لان اقل نسبه ان هو هيدور بنفسه، واصلا هيجيله الافكار دي ليه؟ ان هو ما عندوش دافع جنسي واضح دون البلوغ، لكن ممكن فعلا ان هو يكون جاله صدفه او عن طريق شخص او عن طريق صديق اخر. الاباحيه نمره واحد في خطورتها انها تسبب الادمان، لازم تحط تحت كلمه ادمان دي الف خط، لان ده اللي هيترتب عليه كل التوابع بعد كده. فلازم لما تيجي توعي حد، او ان انت تبقى عايز تحفظ الكلام اللي انا هقوله، اول كلمه تحفظها تنساش ابدا ان الاباحيه تسبب الادمان. طبعا عشان نتكلم في موضوع ان الاباحيه تسبب الادمان، لازم تفهم يعني ايه ادمان، ومن اين ياتي الادمان يعني، وايه الفرق بين العاده والادمان، عشان بعد كده هنطلع بنتيجه من الدرس ده ان مفيش حاجه اسمها العاده السريه. الكلمه دي غلط وبتهون الموضوع، انما اسمه ادمان العاده السريه. وان كان ادمان مش ماشي مجازا نسميها ادمان، او ادمان هذا الفعل السيء، هي ليست عاده، ليست عاده، ان كلمه عاده بتسهلها، عاده ان شاء الله يبطل وان شاء الله بقى كويس واحنا نقدر نبطل في اي وقت، لا، اذا تحول امر الى ادمان لم تستطيع الا بمجهود ومعاناه. طيب ايه الفرق بين العاده والادمان؟ رغم ان العاده شيء متكرر والادمان شيء متكرر، بس العاده هي نمط يسموه نمط سلوكي مكتسب عن طريق التكرار، لدرجه انه احيانا يصبح فعل لا ارادي. زي ايه مثلا؟ زي واحد بيطرقع صباعه، ده عاده، نمط سلوكي. هو اصلا العاده والادمان بيجوا منين؟ بيجوا من ان في محفز بيحصل، ودايما بيقول لك مركبات العاده والادمان، لها ثلاث مركبات، احفظهم عشان نبدا نكمل. اشاره، سلوك، مكافأة. إشارة، سلوك، مكافأة. إشارة إن العادة بترتبط بحاجة حصلت، لما الحاجة دي تحصل أنت لا إراديا بتعمل حاجة معينة، الحاجة المعينة دي بتوصلك إنك تبقى مبسوط، فيحصل المكافأة. يعني في إشارة، سلوك، مكافأة، تحفظ. إشارة، سلوك، مكافأة. زي إيه؟ أنت صحيت من النوم، أول ما تصحى من النوم بتعمل إيه؟ بتدوس على الكتل، البويلر أو الغلاية يعني، أنت بتعمل فعل ده لا إرادي، ان انت متعود اول ما تصحى لازم تشرب ايه، لازم تشرب نسكافيه او قهوه، فانت عمياني اول ما تصحى بتضرب الكتل وتخش الحمام، على ما تطلع تكون ايه، الميه غليت. ده بيسموه عاده، انت حاجه بتعملها لا اراديا، انت مجرد ما صحيت ما بتفكرش، تضرب الكتل وتخش الحمام او تعمل اي حاجه يعني. في ممكن اي سلوك تاني واحد مربطه بالنوم، واخد بالك؟ واحد اول ما بيخش من البيت لا اراديا كده يلاقي نفسه دخل الحمام قلع هدومه وخد شاور، هو متعود على كده، ان في تريجر. ايه التريجر او الاشاره المعينه؟ ان انا دخلت البيت ومرهق، فلا اراديا بلاقي نفسي بغير هدومي، بخش الحمام، باخد شاور، بطلع، ممكن ما حسيتش بنفسي خلال الفتره دي. ففي عادي اسمها عاده، عاده انك انت لما بتتوتر مثلا بتقرقد ضوافرك، فاول حصل لك التوتر بدات الايه، حصلت العاده، بدات تقرقد ايه، تقرقد ضوافرك، وبالتالي انت بتحس بلذه ما، واخد بالك؟ فهي طبعا العاده والادمان ما بيحصلش الا لما في لذه، والا مش هتحصل العاده ولا الادمان، لان اللي بيخليه انك انت بتحصل الدافع انك انت بيحصل لك لذة ولو يسيرة، او شيء من السعادة، او شيء من الراحة، او شيء من زوال التوتر، بيحصل لك اثر ايجابي نتيجة السلوك دوت. السلوك ده مرتبط بايه زي ما قلنا؟ بمؤشر، اشارة. اشارة بتحصل حاجة ما بتفكرك الحاجة دي. برضو نأكد اكتر، المخ يا جماعة في حاجة فيه اسمها مسارات عصبية، المسارات العصبية دي بتتكون، يعني هو مثلا حصل مرة انك انت كنت مرهق مثلا، فمثلا خدت شاور استريحت، ده اول مره حصلت كده قلت اجرب، تاني مره خدت توترت خدت شاور ايه استريحت، فالمخ بيبتدي يكون حاجه اسمها ايه،
مسار عصبي ربط على طول المؤشر بالفعل بالنتيجة، وتكون عنده ايه حاجة زي في الداتا بيز بتاعته كده، ان دي لو اول ما تحصل دي هنتحفز لدي علشان نوصل لدي. يبقى في مؤشر بيحصل له بعد كده المخ لا تلقائيا بسبب تعوده على الموضوع ده يحصل له ايه تحفيز، يقول له ايه خد شاور خد شاور خد شاور خد شاور. دي العادة. اول ما يحصل التحفيز بعد ما يحصل التحفيز يحصل ايه المكافأة، فيزداد ارتباطه بالايه بالموضوع دوت. خلاص يبقى دي اسمها ايه العادة، بتتكون كده. انت حاجة بدأتها بدأت تكررها كتير، بدأت تحس بأثرها وان هي بتعمل لك لذة او نشوة او بدأت بعد كده ترتبط بيها، بدأت بتعملها لا إراديا بعد كده. يبقى فعل مكتسب لا إرادي بيحصل على طول، يترتب ايه بيأتي بسبب إشارة وسلوك وبعد كده بيحصل ايه مكافأة. خلاص ايه الفرق بينه وبين الإدمان؟ الإدمان بقى حاجة صورة مفرطة من العادة، وهنشوف ليه. الإدمان هو عادة قهرية انت بتعملها حتى لو مش عايز تعملها. يعني العادة بيقول لك من السهل التخلص منها، واحد مثلا سهل قوي في يوم وليله ممكن تبطل ترعى اصابعك كبر دماغك تقول خلاص دي حاجه مش كويسه بتحرجني قدام الناس همسك نفسي وخلاص. مش سهل انك انت كنت بتلبس مثلا الرجل الشمال الاول في البنطلون بعد كده الرجل اليمين قالوا لك لا ما يصحش دي السنه تلبس اليمين الاول، خلاص انت مع انك طول حياتك تلبس الشمال قبل اليمين هتلبس رجل اليمين الايه الاول، عودت نفسك على كده والموضوع يخلص. والله كنت انت الصبح بتصحى بتخبط الكاتل زوجتك زعلت منك قالت لك يعني ايه، ممكن سهل ان انت تقول لها خلاص حبيبتي مش مشكلة ايه اخبطي انت الكاتل لو انت بتحب اللعب في الزراير، يعني ايه الموضوع مش ايه مش هيبقى كارثة بالنسبة لك، لان العادة بيقول لك يسهل ايه يسهل التخلص منها ويسهل انك انت ايه ان انت تغير. طب ايه الفرق بينها وبين الادمان؟ هنشوفه. دايما احنا قلنا العادة مرتبطة بمحفز، والمحفز بيؤدي لسلوك، والسلوك بيؤدي لنتيجة مكافأة. الادمان بقى هو عادة، في الاول بيبقى عادة وبعد كده العادة دي بقى مشكلتها ان المكافأة بتاعتها كبيرة قوي ضخمة، المكافأة بتاعتها كبيرة والحافز بتاعها كبير جدا فوق المعتاد. عشان كده الانسان لما بيحصل له الموضوع ده يجد نفسه مدفوع انه يعمل حاجة ديت. هنرجع للكلام ده تاني، بس خلينا نعرف الادمان زي ما عرفوه في الكتب عادي. قال لك هي حاجة قهرية لاستخدام مادة مسببة للتعود، وفي العادة هذا الشيء يكون ضار. ان في العادة الادمان بيكون للحاجات الايه الضارة، انه لو نافع مش هيبقى عندك صراع في انك توقفه، ودايما انت مقهور انك انت حاجة غلط ولازم اعملها. عشان كده عقلك لما بيقولك ما نعملهاش انت ما بتستجيبش ليه، لانك انت مدفوع وما عندكش بديل غير انك انت تستمر في الموضوع دوت. ليه؟ لانه بيديك مكافأة كبيرة قوي، زي ما هنشوف السبب ايه. بيديك الادمان ده مكافأة كبيرة قوي غير العادة. يعني العادة بتكون سلوك طبيعي في العادة في الغالب، المحفز بيبقى طبيعي، المكافأة اللي المخ بياخدها بتبقى ايه في الطبيعي. لكن الإدمان مرتبط بسلوك في الغالب غير طبيعي، مرتبط بحافز كبير جدا أكبر من الطبيعي بكتير، وبالتالي مرتبط بمكافأة كبيرة جدا أكبر من المعتاد. فبالتالي لو الإنسان اتعود وكرر كتير الحاجة ديت اللي بتجيب له مكافأة خارقة مش هيقدر ايه يبطلها، لانه مش ممكن يجد بديل ليها. انا ممكن ابطل مثلا القهوة واشرب شاي، ممكن ابطل اطرقع صوابعي واكل لب، يعني ايه ممكن اعمل عادة اخرى تعوضني وخلاص. لكن الادمان بيديك جرعة ما بتتعوضش، مفيش حاجة تعمل لك نفس الايه نفس المكافأة، بالتالي تفضل مرتبط بالايه بالحاجة ديت، وبالتالي يحصل لك الادمان. بعد كده الادمان يتحول لتصعيد، كلنا هنفسره بالراحة بعد كده. هيتحول لتصعيد. ايه التصعيد؟ انك انت بتدي الجرعة اللي قبل كده بعد ما تألفها، هنشوف ليه بيحصل ان هي مش بتديك نفس الايه نفس النتيجة، وبعد كده تبتدي حضرتك تزود الايه الجرعة. الكلام ده يمشي على الكوكايين، يمشي على الهيروين، يمشي على الاباحية. عشان كده هما بيعتبروا الاباحية لا تختلف عن الكوكايين ولا الهيروين، بل بيعتبروها اخطر لان هي مرتبطة بحاجة طبيعية في الانسان وهي الجنس. انسان مش محتاج كوكايين مش محتاج هيروين لكن محتاج الجنس، فبالتالي دي مرتبطة أولا بحاجة طبيعية، ثانيا مرتبطة بأن هي رخيصة وسهلة. عشان كده يعتبر إدمان الإباحية أخطر من إدمان الإيه؟ الكوكايين، أخطر من إدمان الهيروين. الخلاصة يعني إن هو بيرتبط بعد كده بأمر تصاعدي، إن أنت بعد كده الجرعة عايز تزودها هتزود الأفلام كعدد، وبعد كده الأفلام لما تزيد كعدد مش هتجيب برضو نتيجة معاك، هتضطر إن أنت تغير نوع
الفيلم اللي بتتغير تتفرج عليه بتبتدي تتفرج على حاجات اشد، تتفرج على حاجات فيها عنف، تتفرج حاجات فيها اهانه للمراه، هتتفرج على حاجات فيها شذوذ، هتتفرج على افلام مع حيوانات، هتتفرج على حاجات فيها مناظر ممكن انت لو كنت اول مره شفت حاجه زي كده كنت هتشمئز منها، بعد كده هيسول الاسمئزاز تبقى مقبوله بالنسبه لك، وبالتالي يحصل بعد كده اللي هنتكلم عنه هو تغير السلوك الجنسي عندك، وده اللي هيسبب بعد كده اغتصاب الاطفال والجرائم اللي احنا شفناها. بس هنتكلم، بس انا عايز افهمك الادمان بيوصل منين. بس خلينا الاول نقارن كده بسرعه باللي فهمناه. عرفنا الفرق من التعريف، العاده سلوك بيحصل عن طريق التكرار لا ارادي مرتبط بحافز طبيعي ومكافاه طبيعيه، لكن الادمان هو شكل متطرف من العاده، شكل متطرف من العاده لانه مرتبط بسلوك بيسبب له حافز كبير قوي وبيترتب عليه مكافاه كبيره قوي، وبالتالي يفقد صاحب الادمان دوت السيطره على نفسه عند اخذ القرار بالتوقف، ما يقدرش ياخد قرار ان هو ايه يقف. او لذلك الادمان بيعرفوه ببساطه ان هو فقد السيطره. امتى اعرف ان العاده اتحولت لادمان؟ لما افقد السيطره على التوقف، لما انا نفسي مش قادر اقف، يبقى العاده دي اتحولت لايه؟ لادمان. ممكن حتى بالك الادمان ده يبقى في حاجات هي في الظاهر نافعه بس بعد كده تقلب ضاره، زي ادمان الاكل. في ناس مدمنه اكل، تعرف مدمن الاكل مش اللي هو مش مجموع، لا مدمن الاكل حقيقي، يعني ممكن ياكل كتير 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 وبعد كده ياكل اكتر، وبعد كده ممكن يروح يتعمد ان هو ايه يرجع او كده عشان ياكل تاني. هو عايز ياكل، مش فيش هدف، هو بياخد بيتكافئ زي ما هنشوف بالدوبامين، بس هو مش عايز يشبع، هو مدمن اكل. الخلاصه يعني ان زي ما قلنا عرفنا التعريف، عرفنا ان العاده يمكن بسهوله ان انت توقفها، الادمان يصعب يحتاج الى وقت وصبر وجهد. وده بيخليك تفهم حاجه مهمه، ان لما اتكلمك بعد كده المره الجايه في علاج ادمان الاباحيه لازم تفهم القاعده ديت، ادمان الاباحيه ليس عاده ستوقفها في لحظه واحده، انما ستحتاج منك الى صبر وجهد ووقت. لما انت تبقى نفسيا مستعد للموضوع دوت بيسهل ان احنا ايه ان احنا نتعامل، لكن هتحس ان هي الزرار وهدوس عليه وهوقف يحصل لك انتكاسات كتير، وبالتالي يحصل لك احباط، وبالتالي توقف، لان انت اصلا كنت متخيل الموضوع هيقف ايه بسهوله. لا، طالما وصلنا الادمان، وزي ما قلنا ايه هو الادمان؟ فقد السيطره. لان احنا ممكن يكون في واحد بيشاهد اباحيه مش مدمن، لو ما وصلش للدرجات دي ممكن يوقف في اي وقت، بس هو كان فاهم غلط، كان فاكر ان هي بتريح والمفاهيم الخاطئه دي. ده يكفي الوعي، يعني مجرد ما وعيه ممكن ياخد قرار النهارده خلاص انا مش هتفرج على الحاجات دي تاني، ان هو مش مدمن. لكن لو واحد وصل لمرحله الادمان ان هو فعلا بيوصل لمراحل هو مش عايز يتفرج، بيلاقي نفسه مدفوع وبيروح يتفرج لانه هو مش طايق نفسه ومش عايز، واخد قرار انه هيبطل بس ما قدرش، لا يبقى دوت اعرف ان احنا ناخد وقت مع بعض. تمام؟ فلما تاهب نفسك للموضوع دوت بيبقى سهل عليك، ان انت لو حصل انتكاسه حصل وقعت مره بتبقى انت متاقلم ان الموضوع مش سهل وهياخد وقت زي ما هنتكلم المره الجايه ان شاء الله تعالى. زي ما قلنا ان العاده المكافاه عاديه، الادمان المكافاه قويه. العاده في العاده لا تؤثر على حياتك ولا تسبب اضرار اجتماعيه. انا بفرع اصابعي مش حاجه هتضايق، انا بقرقط اصابعي مفيش كارثه هتحصل مع زوجتي او هتحصل في حياتي الاسريه او هتحصل في شغلي يعني. لكن الادمان يؤثر على السلوك ويؤثر على الزواج ويؤثر على الحياه العمليه زي ما هنشوف. العاده لو طلعت منها ليس لها اعراض انسحابيه، زي ما تبطل سجاير مره واحده بعد سنين بيحصل له حاجه اسمها الاعراض الايه الانسحابيه، قلق وتوتر وعصبيه والكلام ده. اما الادمان فلازم يبقى ليه اعراض ايه اعراض انسحابيه. فلما تفهم برضو كده لما يحصل لك الاعراض الانسحابيه اللي هنتكلم عنها المره الجايه، يبقى انت متعود متاقلم ان يحصل كده، يحصل لك كذا وكذا وكذا، او ما يحصل لك كده تقلقش، دي اسمها ايه اعراض انسحابيه، هتعدي اثبت، لا انت مش كده، مش هنفضل كده، تقول لي مش قادر انا هفضل على، لا دي اسمها اعراض انسحابيه. فلما تبقى انت واعي بالموضوع دوت بيسهل ان انت تتعامل بعد كده مع المشكله. طيب احنا عندنا الاباحيه عشان نفهم تاثيرها على عليك بدماغك وعلى علاقاتك بالزوجه والكلام دوت، لازم نفهم هي الدماغ شغاله ازاي، وايه هو المحفز اللي احنا قلنا عليه دوت، وايه المكافاه عشان نعرف هو ايه الزياده اللي بتحصل ديت. احنا عندنا الدماغ يا جماعه زي ما قلنا مرتبط عشان يكون عاده او سلوك، بيبقى فيه زي ما قلنا مؤشر سلوك وبعد كده فيه مكافاه. طيب السيستم دوت بيسموه، هنتكلم بالعربي مش عايزين نعقد الدنيا، بيسموه الدماغ العاطفي. الدماغ العاطفي
في نظام تاني في الدماغ اسمه الدماغ الفكري او العقلاني او المنطقي. دماغ العاطفي والدماغ الفكري المنطقي. في عندك دماغين. الدماغ الاولاني ده مسؤول عن الرغبات، تحفيز، مكافآت. الدماغ الفكري مسؤول عن القرارات، دراسة، ان هو يوقفك او ان هو يقول لك صح او غلط، نكمل ما نكملش. يعني الاولاني لوحده هيدوس في اي حاجة عايزة. الدماغ الفكري العقلاني هو اللي بيقدر يقول لك ايه، نقف ما نقفش، كفاية، غلط، صح، قرار ده سليم، قرار ده خاطئ، قرار ده مش عقلاني. فبالتالي بتقدر مع الاثنين يبقى عندك حافز بيدفعك، وفي حاجة بتوقفك لما تحس بخطر. في عندنا دماغين في دماغنا، في دماغ عاطفي ودماغ عقلاني. فلما تفهم الموضوع ده هيسهل علينا الكلام اللي جاي. يبقى انا عندي دماغ مسؤول عن التحفيز والمكافأة، ودماغ مسؤول عن عن القرار العقلاني، اعمل ولا ما اعملش، غلط ولا صح، نكمل ولا ما نكملش. فده بيسموه الدماغ العاطفي، والتاني بيسموه الدماغ الدماغ الفكري. طيب الدائرة العصبية اللي حصلت ديت اللي هو مؤشر سلوك مكافأة، دي دوائر عصبية بتتكون عندك، دوائر عصبية بالملايين في دماغك او اعداد مهولة لا حصر لها، مرتبطة بالسلوكيات كتير قوي. بس دي حاجات بيسموها عقل لا واعي، انت مش بتحس بيها، مش تعرفش، بتشوفش تكونت امتى ولا ازاي، بس هي دوائر كتير بتتكون في دماغك. زي ما انت بتعمل دوائر كده كهرباء، دي بتوصل لدي تروح دي منورة، في عندك كده في دماغك كمية دوائر عصبية مهولة، كل حاجة بتوصلك لحاجة. دي ما تحصل كده، بنعمل كده، بنوصل لكده، فبنستريح خلاص. انت لا واعي بتبتدي تبتدي تنفذ الحاجات ديت، حافز، شعور باللذة. وبعد كده امتى بقى بيحصل ادمان هنفهم دلوقتي. طيب في عندنا الدماغ الفكري هنتكلم عنه بعدين. زي ما قلنا ده مسؤول عن التحكم ومسؤول عن الذاكرة، دي مشكلة تانية هنتكلم عنها. التحكم فيك مسؤول عن الإرادة، الذاكرة الصبر، هو بيعمل كل الحاجات دي. تحكم في الدماغ الفكري، قوة الإرادة في الدماغ الفكري، الذاكرة، قوة الذاكرة ليه أثر على الذاكرة، والصبر، انك انت تصبر عشان حاجة تكملها او حاجة توقف. خلاص خلاص فهمنا الدماغين دول، وفهمنا فين الدماغ بتاع التحفيز وليه والمكافأة. هنشوف أثر دوت، أثر الدماغ ده على الدماغ دوت. الدماغين دول لما بيبقوا تمام بيمشوا مع بعض عادي. بمعنى العادة لما بتحصل، سيبك من الإدمان، العادة لما بتحصل بيحصل زي ما قلنا إشارة، الإشارة دي بتعمل إشارة عصبية، الإشارة العصبية دي بتمشي في الخلايا العصبية، الخلايا العصبية بيحصل بينهم توصيل، التوصيل ده بيتم بمادة هي المادة الأخطر على الإطلاق في الموضوع كله، اسمها دوبامين أو دوبامين. دوبامين تاني. الموضوع بيحصل ازاي؟ تخيلها دايرة عصبية، تخيلها كده. طبعا الموضوع أعقد من كده. تخيل ان في دايرة عصبية في الدماغ، والدايرة دي بتوصل ببعض، بيحصل إشارة اللي هو المؤشر الأولاني خالص اللي هو حصل حاجة. على فكرة مؤشر الإباحية، عشان كده موضوع الإباحية ده ممكن يجيلك من كذا حاجة. في واحد بيروح يتفرج على الفيلم لما يحس ان هو متوتر، في واحد يتفرج على الفيلم يحس ان هو مرهق، في واحد يتفرج على الفيلم لو شاف واحدة في الشارع، في واحد يروح يتفرج على فيلم لو حد صاحبه حكى له قصة كده جنسية مثلا. فموضوع المؤشر ده مرتبط انك انت في فترة من الفترات ربطت ده بدوت، فحصل ان هو ارتبط خلاص الى الابد. بقيت انت تلقائيا اول ما بتتوتر بتتفرج على فيلم، اول ما بتتعب بتتفرج على فيلم، اول ما بتشوف ما. عشان كده مثلا لو واحد بطل يحب يقول لك طب ابطل يحب بس عادي ابص للنساء في الشارع، لا، ممكن يكون ده المحفز اصلا بتاعك. طب ممكن مش يعني في سلوكيات هنبتعد عنها تماما اللي هي كلها احتمال ان هي تكون المؤشر بتاعك او الاشاره بتاعتك اللي بتبدا بعديها ما تتحكمش في نفسك. بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان المسار بيبدا ازاي؟ اشاره عصبيه. الاشاره ديت في خلايا عصبيه، في كذا خليه، نعتبر ان دول خليتين عصبيتين، تمام؟ قلمين اهو. اشاره حصلت عند الخليه ديت، تبتدي الخليه دي عايزه تتواصل مع مع الخليه دي عشان تنقل تنقل الاشاره. في موصل بقى بيحصل اللي هو الدوبامين. الدوبامين موصل عصبي، موصل عصبي، نيورو ترانسميتر، موصل بيوصل من هنا لهنا، بيوصل من هنا الناحيه الثانيه دي تستقبله. في حاجه اسمها مستقبلات الدوبامين، يبقى في دوبامين موصل وفي حاجه اسمها مستقبلات
الدوبامين. يستقبل الدوبامين هنا، هو برضو يروح عامل إشارة كهربية ونوصل للخلية اللي بعديها، ويحصل إن الدوبامين ينتقل من هنا لهنا. طبعا الدوبامين تاني غير الأولاني، الأولاني ده بينتقل بيعمل أثره ويرجع تاني، بالك. هو الدوبامين ينتقل الخلية العصبية دي، الخلية العصبية دي يوصل، بعد ما يوصل يعمل إيه؟ خلاص عمل دوره، يرجع تاني الخلية الأولانية عشان المرة الجاية نوصل تاني، مش كده ولا إيه؟ معايا؟ الخلية ديت هي برضو هتوصل، ملهاش دعوة بالأولانية، خلاص هي خد جات لها الإشارة عن طريق التوصيل، هيوصل إن هي تبتدي تبعت الإيه الموصل العصبي دوت دوبامين الإيه الخلية التانية، يحصل هنا استقبال للدوبامين. الحركة ديت مع إفراز الدوبامين بشكل طبيعي، مع استقباله بشكل طبيعي، مع حاجات تانية كده بتحصل، يبتدي يحصل اللذة والمتعة. تمام؟ يبقى احنا عندنا دوبامين يفرز، يعمل توصيل، يحصل توصيل للايه للدايره بتاعتك، موصلات العصبيه مع الخلايا العصبيه يحصل التواصل دوت، وبعد كده بشكل ما يحصل لك في الاخر الايه المكافاه واللذه. فلما بيبقى انت بتعمل عاده طبيعيه بيحصل افراز للدوبامين بشكل ايه طبيعي، كميه طبيعيه، فبالتالي المستقبلات بتستقبله عادي ويرجع مكانه عادي، ويحصل لك اللذه عادي. وبعد كده لما تعمل فعل تاني بيحصل ان هو بيفرز عادي واستقبل عادي ويرجع عادي، والدنيا ماشيه معاك حلاوه، فبيحصلكش ادمان. ليه ما بيحصلكش ادمان؟ ان هي عمليه طبيعيه، انت مش بيحصلك حاجه غريبه، عادي. ممكن العاده دي توقفها وتعمل واحده تانية بتعمل لك نفس الاثر وخلاص الدنيا عادي. ايه اللي بيحصل بقى عند مشاهده الاباحيه؟ عند مشاهده الاباحيه بيحصل حاله من الانفجار في الدوبامين دوت، يفرز بشكل كبير جدا، اكبر من العادي بكتير، لان هم وجدوا الاثر دوت. هم دلوقتي لقوا ان ليه الاباحيه بتعمل ادمان، لما شافوا دماغ مدمني الاباحيه لقوا ان الاثر اللي بيحصل في دماغ المشاهد الاباحيه هو نفس الاثر اللي بيحصل لمن يتعاطى جرعه كوكايين، نفس الاثر. ان هو مواد الكوكايين والحاجات دي بتعمل ادمان ليه؟ لان هي بتفرز الدوبامين بشكل كبير جدا وبتبوظ المستقبلات، يعني هنشوف دلوقتي. طيب الدوبامين اتفرز بشكل كبير، يعني دلوقتي الخليه العصبيه ديت تكلم اختها، عملت افراز ضخم جدا للدوبامين، موصلات ضخمه، موصلات كتير بشكل غير طبيعي، بشكل خارق. يحصل ايه للمستقبلات؟ مستقبلات طبعا اعتبر الدوبامين ده زي واحد بيتكلم، والمستقبلات دي زي الودان. لو هتصوت في ودانك هتعمل ايه؟ هتسد ودانك، صح؟ فالدوبامين بيفرز بشكل كبير جدا، طب يعمل ايه؟ حافز ضخم جدا، بيحصل استقبال ليه، بيحصل لذة عالية جدا تفوق العادة. لو صاحبنا، عشان اكلمك الادمان هيجي منين، هنفترض افتراضين، ان صاحبنا شاف الاباحية دي مرة، حصل له ايه؟ افراز. هنشوف سببه ايه الافراز. طبعا دوبامين عالي جدا، استقبال بشكل كبير، حصل لذة عالية جدا هو ما كانش يتخيلها. طب لو هو ما بطل، ما شافش تاني، هيحصل تعافي في العملية ديت. المستقبلات طبعا لما حصل الدوبامين افرز بشكل كبير قوي، المستقبلات دي بتعمل حركه لا اراديه ان هي ايه؟ بتقفل، زي ما انت بتسد ودانك كده، ان بالنسبه لها دي كميه ضخمه ما تقدرش تستقبلها كلها. فلو حصل ان انت ما شفتش تاني، تبتدي المستقبلات دي ترجع لطبيعتها ايه؟ تفتح تاني. لا انا بقى شفت مره واثنين وثلاثه وعشره، حصل افراز كبير، المستقبلات حصل ايه؟ بدات انها تستقبل، حصل لك لذه كبيره، بس في نفس الوقت المخ عمل رد فعل تلقائي ان هو بدا يقفل على الاستقبال دوت. فبالتالي لما انت جيت تشوف المره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، لقيت ما بيحصلش نفس الايه التاثير اللي حصل اول مره، لان اول مره المخ اتعامل يعني اعتبرها مره واحده عدي، ثانيه ماشي، بدا بعد كده ياخد احتياطاته ويقفل. لما لقى الكميه دي بتتكرر والكميه ضخمه، ابتدى يقفل الايه يقفل المستقبلات ديت، وبالتالي بدا صاحبنا ايه ما يحسش بنفس التأثير اللي كان بيحس بيه في الأول، فيبتدي يعمل إيه؟ يعمل تصعيد، إن هو بيشوف حاجة دلوقتي إيه؟ يشوف أكتر، أو يشوف حاجة أجمل، أو يشوف حاجة أكثر شذوذًا، علشان يحس يفرز كمية أكبر، علشان يخش المستقبلات تانية، بحيث إن هو يشعر بنفس الإيه؟ بنفس اللذة، وبعد كده المخ ياخد فعل رد تلقائي إن هو يقفل عليه الإيه؟ المستقبلات. طبعًا المستقبلات دي مع فترة طويلة تضعف بقى خالص، زي ما أنا واحد بصوت في ودانك، صوتت مرة، هتعمل إيه؟ تسد ودانك. طب انا قاعد اصوت 24 ساعه في ودانك، مهما سديت ودانك هيحصل لها ايه؟ هتضعف.
تبتدي المستقبلات دي تضعف بشكل عام بقى، وساعتها يكون عودتها للعمل مش سهلة، وده اللي بياخد وقت ان المدمن يصلح تاني مساراته العصبية ويرجع السيستم بتاعه تاني سيستم طبيعي يستقبل طبيعي ويقدر يعيش طبيعي. هياخد وقت في التعافي علشان في سيستم باظ بسبب الافراط الشديد في ايه، في افراز الدوبامين، والمخ عمل رد فعل طبيعي ان هو بدا ما يستقبلش وبدا ان هو يقفل مسارات عصبيه ويقفل الايه، يقفل المستقبلات ديت، وده اخطر شيء على المخ. من هنا بيجي الادمان. الادمان بياتي من اجتماع حاجتين، اولا افراز غير طبيعي للدوبامين، مع ان صاحبنا لما بيجي يتعرض لنفس المؤثر تاني مش بيجد نفس اللذه اللي كان بيجدها في المره الاولانيه، فبيضطر ان هو يستمر وبيضطر ان هو ايه يصعد. الامر التاني ان هو مش بيلاقي حاجه تانية بتعمل له نفس الايه الافراز. فلما يحصل له المؤشر دوت، انا دلوقتي حصل لي مؤشر مثلا، لو افترضنا العاده انت حصل لك مؤشر وقال لك خش خد دش، فحصل ان واحد صاحبك كلمك فرفشك، ممكن دي تعوض دي وخلصت. لكن انت دلوقتي حصل لك المؤشر اللي بيقول لك ايه، روح شوف الايه، روح شوف الفيلم اللي بيحكي، انت عارف ان مفيش حاجه تانية بتعمل لك نفس الايه نفس التاثير، فبترتبط انت غصب عنك بالايه بالحاجه ديت، وبتبقى مدفوع ليها وما عندكش بديل انه يفرز لك نفس كميه الدوبامين اللي بيؤدي بعد كده للنشوه واللذه العاليه قوي اللي انت مش هتلاقيها في اي حاجه تانية. فبيحصل لك ادمان في الحاله ديت، ادمان حقيقي زي ادمان الكوكايين وزي ادمان الهيروين، لان نفس التاثير اللي بيحصل في المخ هنا هو نفس التاثير اللي بيحصل في المخ ايه هنا. تمام. زي ما قلنا الادمان يحصل معاك مع الايه، مع التكرار. طيب تصعيد، زي ما قلنا بعد كده لما المستقبلات دي يحصل لها مشاكل هيبتدي صاحبنا يصعد. يصعد يعني بيشوف كميه اكبر. بعد ما كان بيعمل عاده سريه مره في الاسبوع يعملها مرتين في الاسبوع، يعملها مره في اليوم. بعد ما كان يتفرج على فيلم في الاسبوع يتفرج على فيلمين ثلاثه اربعه، يصعد. وكل ما يصعد تحصل اللذه مؤقتا وبعد كده ايه تضعف، فيطلب اكتر، تضعف يطلب اكتر عشان يوصل نفس المستوى. بعد كده يخش في مستويات شاذه من المشاهده، بعد كده يبتدي يقبل، يتفرج على شذوذ، يتفرج على جنس غريب، يتفرج على افعال عنف مع النساء، يتفرج على 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 اهانه للمراه، يتفرج على جنس جماعي، يتفرج على حيوانات، يتفرج على رجل مع رجل، امراه مع امراه. يبتدي ينوع في النوع كمان ويزود في العدد، فهو بيزود في العدد وينوع في الايه، وبيصل بعد كده بعد فتره هو نفسه يحصل له شذوذ فكري في الجنس، ويقعد يتخيل ان اللي هو بيشوفه ده طبيعي، وبالتالي بعد كده ممكن يطلبه. عشان كده الشاب الشاذ اللي هو مش شاذ فيزيكال، يعني مش شاذ ان هو عنده عضو مثلا، لا، هو تصرفاته بقى فيها ايه، بقى فيها شذوذ، هو بقى بيميل للرجل مثلا. ده ناتج عن ايه؟ ده من اسبابه ادمان الاباحيه، ان هو بدا يشاهد كتير جدا المشاهدات الشاذه ديت، وبالتالي بدا يتاثر بيها، وبالتالي بدا يعتقد ان ده طبيعي وان انا ممكن ابقى كده، وبالتالي ما بيليش لذته غير مع اللي مثله، لان هو بدات الحاجات العاديه ما تجيبش معاه، وبالتالي حصل له ايه؟ شذوذ سلوكي. تمام؟ وبالتالي طبيعي ان بعد كده الراجل دوت يبتدي يبص للاطفال بشكل مختلف لما يشوف حاجه جنسيه مع طفل، وبالتالي هيطلب من مراته حاجات غريبه بعد كده، زي ما هنشوف في اثر السيء للموضوع ده على علاقات الايه؟ على العلاقات الزوجية. تمام؟ مشكلة بقى أكبر. خلاص خلصنا موضوع الإدمان دوت، إزاي نوصل إدمان، إزاي نوصل للتصعيد، إزاي نوصل للإيه؟ للشذوذ كمان في الموضوع دوت والإفراط وفيه وتغير الإيه؟ التوجه الجنسي خالص عند الإنسان، عشان كده هنقول بعد كده إن الزواج مش هيبقى حل. مشكلة بقى الأكبر. أو مشكلة كبيرة تانية، إن عملية إفراز الدوبامين الهائلة ديت بتؤثر على العلاقة بين الدماغ العاطفي والدماغ الإيه؟ الفكري. لان هو الدماغ الفكري كان شغال في المستوى الطبيعي، احنا بنفرز طبيعي وعاده طبيعيه، اقدر اقول لك او لا، لان انت ماشي بسرعه طبيعيه اقدر افرمل. لكن انت دلوقتي مره واحده ضربت سرعه ايه غير طبيعيه، وانا بصد بنفس الايه المستوى، فبالتالي ما بيش قادر ايه مش قادر اصدك. يبتدي الدماغ الفكري يتاثر سلبيا بكميه الدوبامين المهوله الايه اللي مفرزه ديت، وتبتدي العلاقه بين الدماغ العاطفي والدماغ الفكري تضعف. تبتدي العلاقه ايه بين الدماغ العاطفي والدماغ الفكري تضعف. الدماغ الفكري دوت اللي هو بيعتبروه في قشره
الايه الفص الجبهي الامامي ديت بري فرونتال كورتكس اسمه كده يعني بري فرونتال كورتكس دوت اللي هي الجزء ايه الفص الامامي كده في الجبهه ده في الدماغ الايه الفكر الدماغ العاطفي جوه شويه لو انت شقيت دماغي نصين كده بصيت من الجنب يبقى الدماغ العاطفي في الايه في المنتصف والدماغ الفكري في الايه على الايه على قشره الجبهه الاماميه في منهم علاقه دايما لما بيحصل بقى المشكله ديت ان المحفز الخارق دوت بيحصل الدماغ العاطفي ما يقدرش ياخد قرار بتضعف دائما العلاقه بين الايه مع تكرار الحدث وكل مره الدماغ العاطفي يكسب بيحصل ضعف في العلاقه عموما بين الدماغ العاطفي الفكري وبيحصل ضعف عموما في الدماغ الايه العاطفي الفكري الدماغ الفكري عشان كده هم شاهدوا في الاشاعات ان مدمني الاباحيه عندهم انكماش في جبهه الفص الامامي دوت انكماش ما هو بيأديش دوره بيحصل له اصلا انكماش تشوف سواء حتى فيزيكال بقى في فرق بين دوت وبين دوت انت عارف يعني ايه الدماغ دوت يتاثر يعني الوظائف اللي هو بيقوم بيها سيبك الاباحيه الوظائف دي وظائف عامه هتتاثر يعني قدرتك على التحمل الصبر اتخاذ القرار السليم الاراده زي ما قلنا حل المشكلات كل الحاجات دي هتتاثر في كل حاجه عشان كده ما استغربش فاكرين المره اللي فاتت اتكلمنا كلام ابن القيم لما كان بيقول ان المعصيه دي تؤدي الى فساد الراي وقله التوفيق هم شافوا كده بس دلوقتي العلم بيقول ازاي بيحصل فساد في الراي وقله في التوفيق بيحصل ازاي ان الدماغ الفكري بيتاثر بالاباحيه فبياخد قرارات غلط بيفكر غلط ما بيعرفش يوقفك لما بيحصل مشكله وبالتالي ده بيأثر في كل حياته بعد كده فبيحصل له فساد في الرأي وقلة في التوفيق وتذهب البركة من ايه من حياته فارتفاع الدوبامين يؤدي الى خلل في العمل السليم للايه بري فرونتال كورتكس دوت اللي هو الايه الفص الجبهي الايه الامامي وبالتالي لا تأخذ قرارا سليما عشان كده دايما بينصحوا الناس حتى يقول لك لما تبقى سعيد قوي 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 ما تاخدش قرار ان في اللحظة النشوة السعيدة قوي ديت احيانا تبقى قراراتك مضطربة ان لما يحفظ افراز زائد في الدوبامين عموما بيأثر على الايه على تصرفات الدماغ الفكري ما بالك بقى لو حصل ادمان وحصل افراز مهول اكيد مع فتره طويله هيحصل خلل عندك في النظام السيستم اللي هو بتاع القياده طب تخيل القياده فيها مشكله ايه متوقع في حياتك كلها بعد كده فيحصل الايه الادمان طبعا افراز الدوبامين بيأثر على سيستم كتير بقى تانية بس مش عايزين نطول الموضوع ده بيأثر على افراز هرمونات تانية اكسيتوسين وغيره افرازات بقى متعلقه بالثقه بالنفس متعلقه بالحب حاجات بقى هنشوف علاقتها بالايه موضوع الزواج دوت لو حبينا نجمع الموضوع بتاع تاثير الاباحيه على نفسك ممكن نجملها في كلمات اول كلمه قلنا احفظها ايه الادمان تنساش بعد كده مشاكل في الدماغ الفكري القرار الاراده الصبر على حل المشكلات بالتالي ضعف الهمه عموما المشكله اللي بعد كده ان الموضوع ده بيسبب لك زهد في الانشطه الثانيه اللي كانت بتسبب لك سعاده لان انت شايفها ان هي لا تقارن بالاباحيه فبالتالي مدمن الاباحيه بيبتدي تدريجيا يعزف عن اسباب سعادته الثانيه فتلاقيه دلوقتي ما بقاش عايز يلعب رياضه زي الاول ما بقاش نشيط زي الاول اثر على دراسته اثر على هواياته حصل له انعزال حصل له كده وحده بقى منحصر في الشاشه حاسس ان مفيش حاجه هتديني اللي تديهولي الشاشه ديت بالتالي العادات التانيه اللي كانت بتديله افراز طبيعي هو نفسه بقى ايه بقى مش مقبل عليها زي الاول لان هي ما بتساويش خالص ولا تقارن باللي هو بيحصل له دوت الأسوأ من كده ان هو لما ممكن بقى وجدوا ارتباط غريب بين ادمان الاباحيه وادمان المخدرات ان مدمن الاباحيه اكثر عرضه لادمان المخدرات من غيره طبعا ده تفسيره سهل لان هو صاحبنا عنده دلوقتي مشكله في الايه في الدوبامين ان هو الافراز ما بيأديش لنفس الايه النتيجه فبيعمل ايه بيعمل ان هو بيدور على سبب تاني للايه للافراز والمخدرات طبعا بتعمل افراز للدوبامين عالي زي الاباحيه فلما الاقي الاباحيه ما جابتش معاه نتيجه بيبقى سهل ان هو يبقى زبون للايه زبون للمخدرات علشان تعمل تكامل مع الاباحيه وتعمل له افراز تاني اعلى ومستقبلات اعلى ومسارات عصبيه تانيه تعمل له نفس النتيجه واضح فممكن مدمن الاباحيه يتحول بسهوله لمدمن ايه لمدمن مخدرات ويبقى سهل ان هو يستجيب غير التاني اللي هو يقول لك طب انا عامل في نفسي كده ليه لا هو عنده سبب ان هو يعمل في نفسه ايه يعمل في نفسه كده فدي مشكله كبيره طبعا
خد بعد كده بقى طبعا لو وصل لإدمان الإباحية، لو هو كمان وصل لإدمان المخدرات، هيحصل طبعا تدهور في الدراسة، تدهور في التفكير، تدهور في شغله عموما، بالتالي تأثير على دخله، تأثير على أسرته. وزي ما قلنا إن بيحصل كارثة كبيرة وهي تغير الميول الجنسي، إنه بعد فترة صار يقبل الأفعال الشاذة، وصار يقبل الإهانة للمرأة، وصار يرى إن العنف في ممارسة الجنس شيء طبيعي. الأخطر من كده إن هو قد يعزف عن الزواج، إن هو صار أصلا لا تثير المرأة الطبيعية لعدة أسباب، منها إن هو إن مش ده المحفز اللي تعود عليه طول السنين اللي فاتت، المحفز عنده كان مختلف، وبالتالي المرأة الطبيعية لا تثيره. الشاشة دي اللي بتعمل معاه شغل، يعني هو الشاشة هي اللي بتحركه. هنشوف دلوقتي، بس خد عنوان وبعد كده هخش، لما اخش على الزواج هنفصل. بس هو هيحصل له، ممكن يحصل له عزوف عن الزواج، ممكن يحصل له لو تزوج يحصل له مشاكل كبيرة في الزواج، منها ضعف جنسي. ضعف جنسي ده ناتج عن مشاكل متعلقة بالإباحية، هو ما عندوش ضعف جنسي وعنده مشكلة مرتبطة بالإباحية، لو خلصناها هيرجع له تاني ليه الموضوع، منها مثلا سرعة القذف، ان هو متعود على ايه؟ على سرعة، مش متعود انه يصبر على شريك، مش متعود انه يصبر على طرف اخر، وبالتالي عنده انه اناني وعايز يخلص مع نفسه وخلاص، وطول عمره بيخلص مع نفسه. بالتالي لو دخل بالنفسية دي مع الزواج بيحصل له حاجة اسمها ايه؟ سرعة قذف. طبعا عدم رضا الشريك في العملية ديت يؤدي لمشاكل كبيرة جدا، واسباب طلاق كتير بتحصل بسبب ان الزوجة عندها مشكلة مع الزوج، منها ضعف الانتصاب. ضعف الانتصاب ناتج على ان هو اصلا لا يستثار بالمثير الطبيعي اللي هو الزوجة، وهنشوف الأسباب دلوقتي. ده ما يعرفش هو اللي بيثيره دلوقتي ليه الفيلم، وهنشوف ليه الفيلم. وده بيخلينا، طب نرجع للسؤال، هو ليه الأفلام الإباحية هي اللي عملت إدمان والزواج ما عملش إدمان مثلا؟ لأن الأفلام الإباحية فيها كذا عامل مختلف تماما. طب خلينا نكمل بس عشان نخلص من الشخص، هرجع لها تاني ماشي. خلينا نكمل الحتة دي. احنا قلنا عنده خلل في التصورات عن العلاقة السليمة، زهد ممكن مع الزوجة، ممكن اصلا الموضوع ده ياثر على الحب عموما، ان هو صار لا يحب النساء، الحب العاطفي يعني، مش مفيش علاقه عاطفيه بيقدر يبنيها، ان هو اصلا بقى تصوره عن الطرف الاخر ان هو اداه جنسيه. انت متخيل الموضوع ده؟ بقى بيشوف اي واحده في الشارع على طول بيجي في دماغه علاقه، بس هو بيفكرش دلوقتي. انت متخيل دماغه بقت كده؟ بس يبص الاطفال كده، ممكن يبص الرجل كده. دلوقتي مجرد نظرته للنساء هي نظرة شخص يعني يريد فقط أن يتمتع بهذا الكائن الآخر، ليس عنده أي رغبة في إقامة علاقة عاطفية والصبر على الكلام دوت، الكلام الحلو والقبولات واللمسات، هذا الكلام بالنسبة لهم مش متأقلم على كده، وعلاقته بالطرف الآخر بس هي مسألة تلذذ محض. بل حتى يجي لو حب يعمل كده بيلاقي في مشكلة، زي ما قلنا دي مشكلة. يعني المشكلة التانية ان هو زي ما قلنا ان الإباحية بتقدم له كذا مشكلة تانية. مشكلة الإباحية ان هي بتقدم له اولا مشاهد خارقة لن يجدها حتى في العلاقة طبيعية، حتى النساء نفسهم يكون اجسامهم مش طبيعية بسبب العمليات اللي بيعملوها، يعني مثالي جدا، مثاليين جدا في كل شيء، وهذا لا يوجد في امرأة طبيعية. لو امرأة طبيعية نشأة طبيعية من غير عمليات تجميل ما تعرفش تبقى كده، وبالتالي هو بيشوف نموذج بيفتكر ان المفروض لما اتجوز الاقي امرأة كده، ما بيلاقيش كده، فبيشعر ان هناك مشكلة، او لا يشعر بالميل اصلا تجاه الزوجة، وعايز الشكل المثالي الخارق اللي بيشوفه، فضلا عن تأثير الإضاءة، فضلا عن تأثير التصوير، فضلا عن تأثير الإخراج والأداء والأصوات. كل ده بيديله انطباع خيالي خرافي عن العلاقة، بالتالي لما يجي ينزل على ارض الواقع ويلاقي علاقة عادية ما فيهاش الخرافات دي كلها، فيهاش الاوفر ده قوي، لنفسه مش مقبل عليها، مش بتعمل له حاجة، عايز يلاقي الحاجات الخارقة دي، عايز يلاقي الاوضاع الغريبة، عايز يلاقي العنف، وبالتالي ممكن يعمل حاجات ايه يعني يزهد في الايه في الموضوع ده. خلينا نخش بقى، طالما بدأنا المدخل ده نخش نعرج بقى على ايه. طب نكمل حته صغيره. الحاجه الثانيه بقى اللي موجوده في الاباحيه مش موجوده في الزواج، وهي التجدد، وده اللي بيخلي الاباحيه لها تاثير خارق عليه. زي ما قلنا ان اصلا اللي هو بيشوفه دوت خارق للعاده، مش موجود على ارض الواقع،
تاني حاجه بيتجدد، يعني هو كل شويه بيشوف فيلم غير التاني، فيلم غير التاني، فنفس التاثير بتاع اول مره بيحصل له ايه؟ بيحصل له تاني وتالت ورابع، فالافراز عالي جدا دايما، ما بيستقرش. انت عارف لو واحد بدا في زواجه مثلا، واحد طبيعي مثلا اتجوز، طبعا بالنسبه له موضوع العلاقه ديت والجماع حاجه بالنسبه له حاجه عاليه قوي، شخص طبيعي يعني هو مش مدمن ولا حاجه، ففي الاول بيلاقي نفسه ايه حاجه عاليه جدا، فممكن الموضوع ده عشان برضو تستوعبه ممكن يسبب له فعلا سرعه قذف والكلام ده، لكن الموضوع ده بيروح امتى؟ ان هو يكمل، تستمر العلاقه يوم ورا الثاني ورا الثالث، يحصل ايه استقرار تام في العلاقه، بعد كده يحصل افراز عادي للدوبامين، بيحصل علاقه عاديه، بيحصل ايه يعني خلاص بقى نورمال جدا جدا، لان مفيش ايه تجديد، هي امراه واحده او اثنين او حتى اربعه، بس هم عدد ثابت في النهايه بغض النظر. واحد يقول لك طب ايه طب اربعه مش مهم، بس هو في الاخر ايه رقم ثابت. انت عارف جابوا ناس فرجوهم على اباحيه، جابوا فريق فرجوه على فيلم واحد 18 ساعه كل ما يخلص يعيدوه، جابوا فريق تاني فرجوه على افلام، لان الفريق الاولاني بدا في الاخر يمل، في ناس منهم نامت، وبدا الفريق الثاني النشوه عنده ما بتنزلش ابدا. يبقى الاباحيه فيها مشكله، هي الايه التجديد، وده مش موجود في الزواج. هتقولي طب ايه ده يعني الزواج ممل؟ لا يربط، احنا قلنا في الاباحيه بيحصل افراز دوبامين غير طبيعي اصلا، ده اصلا مش بيفرز في الزواج، الزواج بيفرز فيه دوبامين ايه طبيعي. بعد فتره لما يحصل ان احنا تعودنا على بعض، ايه اللي يعوض الدوبامين الطبيعي؟ التجديد، مش تجديد المرأة، تجديد حياتنا، ان الراجل يجدد شويه والمراه تجدد شويه، تغير لبس، تغير مش عارف ايه، تغير العطر، تغير نحل الكلام، الموضوع في النورمال. فلما بينزل شويه بينزل شويه صغيره، مش زي الدوبامين اللي كان فوق قوي هنزل تحت خالص مفيش حاجه تعوضه، لا. ما العلاقه الزوجيه اكيد بعد فتره بيحصل تعود، بيحصل ملل، بس احنا اصلا الدوبامين في العادي نزل شويه، لو الزوجه جددت شويه والزوج جدد شويه. عشان كده نصيحه للازواج، جددوا في حياتكم، غيروا مكان السرير، غيروا مكان السراحه، غيروا ريحه الاوضه، غيري لبسك، غير شكلك، اشتري دايما لبس جديد، اشتري لبس جديد، اشتري ميك اب جديد، اشتري برفانات جديده، عوضي الملل. فلو الزوج طبيعي طبعا مش مدمن اباحيه، الموضوع ده بيخليه سعيد على طول وعادي مفيش اي حاجه، واديكم شايفين هو اللي متجوز بتحس متجوز عادي مفيش اي حاجه، اللي بيتفرج على الاباحيه هو اللي دايما مجنون، خد بالك. عشان كده هنيجي في اخر كلام نقول ان الزواج مش هو حل الاباحيه زي ما هنشوف. طيب ايه كمان ميزه في الاباحيه موجود في الاباحيه مش موجود في الزواج؟ الاثاره والتشويق. انت بتخش تعمل سيرش مش عارف هيطلع لك ايه، وتخش موقع جديد ونزلوا فيديو جديد وتلاقي ايه ترقب وبحث وعناوين براقه، حاله التحفز ديت والترقب والاثاره والسسبنس العالي قوي اللي بيحصل عندك ده بيفرز كميه مهوله من الدوبامين، غير اللي انت بتشوف اصلا كونك مترقب متحفز متشوق مستعد للحاجه تيجي، والحاجه دي بتتجدد والحاجه دي اوفر قوي، تخيل كميه الدوبامين اللي بيفرز قد ايه. ده مش موجود في الزواج، انت في الزواج انت متوقع وعارف ايه هيحصل امتى ومستعدين وهيئنا نفسنا وقلنا لبعض، يعني مفيش حاله الايه الترقب والتجديد والمفاجاه او الصدمه، تخش تلاقي واحده ثانيه هتلاقي نفس زوجتك، يعني مفيش الصدمه اللي بتحصل لك بتشوف اوف ايه ده فيلم رهيب، ايه ده مع حيوانات مع كذا مع كذا، بيحصل لك تشوك، تشوك دي بتعمل لك افراز عالي جدا. فالصدمه مع المفاجاه مع الترقب مع التوقع مع الاوفر اللي انت بتشوفه في اشكال البنات في لبسهم في الاداء في الاصوات في الحركات في الاوضاع في العنف في اذلال المراه مع التجديد الدائم ده ملوش علاقه بالزواج خالص. عشان كده بنقول خلاصه ايه الفرق بين الزواج والايه والاباحيه، ان انت في الزواج بتشوف حاجه طبيعيه، امراه طبيعيه، جسم طبيعي، بتشوف اباحيه اجسام خارقه. وعلى فكره في الرجال والنساء برضو، على فكره الكلام اللي انا بقوله دوت ان هو نفسه للنساء، المراه التي تشاهد الاباحيه تزهد في زوجها، ممكن يكون تاثير مش زي الرجال، بس على فكره في تاثيرات نساء ثانيه هنقولها كمان شويه، بس اللي انا بقوله ده للنساء والرجال على فكره. الاعراض دي كلها ممكن في حاجات تختص بالرجال زي ضعف الانتصاب والقذف والكلام ده، بس اغلب اللي انا قلته اللي فات هو مشترك فيه الرجال والنساء، العقل الفكري والعاطفي والاراده والتركيز كل دوت. انا عايز اقول ان ممكن مره اصلا كمان شافت حاجات في رجال يعملوها ما تلاقيهاش في زوجها،
تفتكر ان هو في عنده مشكله وتبتدي تتهم، تبتدي الراجل يفقد الثقه في نفسه. والعكس، او الراجل لا يجي يعمل حاجه يلاقي زوجته ما بتعملش الحاجات ديت، فاما ان هو يزهد فيها او ان هو يتهمها ان هي مثلا انت ليه ما بتعمليش كذا، فتحصل لها ازمه نفسيه ان هي مش عارفه ترضيه، او ان هو يضغط عليها ويطلب عليها منها حاجات هي ما تقبلهاش. هنتكلم الموضوع ده. زي ما قلنا الممارسه في 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 في, في العلاقه الطبيعيه ممارسه طبيعيه، ممارسات اللي بتشوفها ممارسات شاذه، اللي بيعملوه ممثلين بحاجه يا جماعه تمثيل، هما بيقولوا كده. اللي يشوف افلامهم بعد التوبه يقول لك احنا كنا بنمثل، اللي بتشوفوه ده احنا كنا بنتالم جدا، بنتعذب، بناخد مخدرات عشان نقدر نعمل الافاضاء اللي انتوا بتشوفوها ديت، احنا كنا بيحصل لنا نزيف داخلي، احنا بيحصل لنا حاجات، مشاكل في الرحم، مشاكل في بعد كده، احنا كنا بناخد مهدئات بعد ما نخلص الافلام عشان انت تشوف اللي انت الواو اللي انت بتشوفه دوت. بياخدوا مخدرات قبليها، مهدئات بعديها، عمليات، نزيف، الم نفسي عشان يقدر تعدي بس الفيلم دوت. مين اللي هيعمل كده؟ مين زوجها هتعمل كده؟ اذا كان الممثله نفسها بتعمل كل ده عشان تقدر بس تعمل الموضوع دوت، يبقى انت بالنسبه لك طبعا هيبقى فيه مستحيل حد يعمل كده. فبالتالي انت اصلا بقالك سنين بتفرج على كده، ففاكر ان ده الطبيعي، محدش قال لك اللي بيحصل ورا الكواليس. فتيجي تتزوج ممكن بعد كده تطلب من الزوجه الايه حاجه شبه كده، ويكون شيء لا يحتمل مثلا او شيء صعب. ممكن واحد افتكر مثلا ان الايه الجماع من الدبر مثلا بتشوفه في افلام، والمراه بتتلذذ، والحقيقه ان الموضوع ده ما فيهوش اي تلذذ. يعني الجماع من الدبر، هل في تلذذ المراه؟ ما فيهوش اي تلذذ، لان المكان ده ليس مكان اصلا للايه للذه. فالمراه المفترض ما فيش هناك حاجات تتلذذ، حاجه تتلذذ بيها، لكن هي بتفتعل ذلك. فيجي واحد تربى طول عمره على مشهد زي دوت، يفتكر ان هو لو عمل كده هو هيتلذذ ومراته هتتلذذ، ممكن يطلب منها حاجه زي كده. ده بيعمل طلاق يا جماعه، طلاق على طول. مرأة واحده، تخيل واحده عفيفه ما سمعتش على الحاجات دي، ما شافتش افلام، تلاقي زوجها بالمنظر دوت، لا شك ان هي تنفر منه. ايه انت ايه اللي وصلك لكده؟ هو مش فاهمه طبعا ان هو مدمن افلام اباحيه. لا يوجد تجديد، اللي هو التجديد اللي قلناه، في تجديد اللي احنا قلناه تجديد صغير هيعوض الايه المشاكل اللي بتحصل دي والدنيا هتمشي تمام. هناك امور في الزواج مش موجوده في الاباحيه، تلامس، قبولات، الكلام العاطفي، خد بالك، المقدمات، العواطف، الحاجات دي، الحاجات دي يا جماعه بتفرز في الجسم حاجات جميله قوي، مع الدوبامين الطبيعي بتعمل كوكتيل كده بيخليك في حاجه مش هتلاقيها ابدا في الاباحيه. الاباحيه بتحرمك من كل دوت، او بتحسسك الحاجات دي ملهاش لازمه بعد كده. الزواج هو ارتباط بشريك حقيقي، اما الاباحيه هي ارتباط بشريك افتراضي شاشه. وبالتالي انت مش متاقلم ان انت ترتبط بشريك حقيقي، والشاشه بتقدم لك المنتج نهائي، مش محتاج منك لا تقبل ولا تلمس ولا انك انت تعمل مقدمات ولا تقول كلام عاطفي ولا تصبر على الطرف الاخر، انت تعودت على كده. وبالتالي لما بيجي شريك حقيقي معاك مش عارف تعود نفسك على ليه، لسه حصبر ومقدمات والكلام دوت، بيبقى فيه نوع من الانانيه. الزواج لا يؤدي الى ادمان، لان هو بيتحول باشبه بالعاده، الجماع بالعاده، دوبامين طبيعي في وقت طبيعي، فخلاص مفيش ادمان، واخد بالك. ارتباط الشخص بالطرف الاخر مش بشاشه، لا يوجد انانيه تمام. اما بقى العكس بقى، اذا كان قلنا اختار بقى الموضوع العلاقه الزوجيه بسرعه، العزوف عن العلاقه اصلا، العزوف عن الزواج ممكن يؤدي، العزوف عن الزواج يؤدي زواج مع عزوف عن الطرف الاخر. فصاحبنا المدمن الاباحيه افتكر ان هو هيتجوز هيحل مشكله، ده مفهوم خاطئ. الزواج بيقلل المشكله بس ما بيحلهاش. فيجي يتعامل يلاقي نفسه زي ما قلنا مفيش تحفيز، مش هو ده اللي بشوفه، مش هو ده اللي بعمله، مش هو ده اللي انا حاسس ان انا بستجيب ليه، يحصل له عدم رغبه، او زي ما قلنا ضعف انتصار، او زي ما قلنا يحصل سرعه قذف، او اي اسباب دي. حتى لو ما حصلوش كل ده، حصل له ما حصلوش سرعه قذف، ما حصلوش ضعف انتصار، مارس العمليه عادي، لن يشعر باللذه التي يشعر بها امام الفيلم الاباحي. لذلك وجدوا ان اغلب مدمني الاباحيه بعد الجماع بيروح يشوف الفيلم الاباحي ويستنى، عشان هو حس بعد ما خلص ان ايه؟ ان ما تلذذش التلذذ اللي كان متوقع، اللي كان بيشوفه مع ايه؟ مع التجديد. والطرف دوت هو مش متعود عليه، هو مش متعود على شريك حقيقي. تمام؟ الكارثه بقى اللي بتحصل في الزواج ان ممكن الاباحيه تدمر الزواج لو الزوجه عرفت. اوف، هذه كارثه بكل المقاييس.
بتأتي فيها أسئلة كتير. زوجة تقول أنا اكتشفت إن زوجي بيتفرج في الأباحية. الموضوع ده يا جماعة بيسبب صدمة نفسية عند الزوجة برة قدروها إن هي تحتاج إلى حوالي 3 سنوات للتعافي. أنت متخيل؟ الزوجة المرأة بطبيعتها عاطفية جدا، لو اكتشفت إن زوجها بيشوف أفلام إباحية بالنسبة لها لا تقل عن الخيانة في أي حال من الأحوال، تأثر فيها نفسيا بشكل عالي جدا. لدرجة إن برة طبعا عشان ده كتير عاملين مصحات لتعافي الزوجات اللي عرفوا إن زوجهم بيتفرجوا على أفلام إباحية، بيقعدوا سنين معاهم. طبعا ده بيؤدي طبعا ان هي بيحصل لها مشكله كبيره معاه، تطلب الطلاق، والموضوع بعد كده بيحصل ان هي بتفقد الثقه في نفسها تماما، بتتدمر نفسيا، تشعر ان هي السبب وهي مالهاش اي علاقه خالص، هي طبيعيه جدا، لكن المشكله ان زوجها بيتفرج اصلا كان مدمن قبل الزواج افلام. لذلك ينصح ان مدمن الافلام يتعافى قبل الزواج وما يتجوزش، يقول الجواز هيحل لي الايه المشكله، لان انت ممكن تتجوز تظلم ايه، تظلم واحدة معاك. فيفضل بل ياريت وأكيد إن المدمن الإباحية يتعافى الأول قبل أن إيه؟ قبل أن يتزوج. تمام؟ زي ما قلنا ممكن الزوج يطلب من الزوجة أفعال ما هي ما تقبلهاش، فيها إهانة، فيها عنف، هي مش فاهمة هو بيعمل كده ليه؟ تمام؟ وبالتالي ده يؤدي إلى مشاكل بعد كده، ممكن يسبب إيه؟ يسبب طلاق. ممكن لا تشعر معه بالحب، تحس إن هو بيتعامل معاها مفيش أي حب، بيتعامل معاها كأنها مادة صرف، إن هو فعلا اعتاد على ذلك. لو الاولاد حسوا ان والدهم بيعمل كده صدمه رهيبه جدا للاولاد اذا اكتشفوا ان والدهم، وفي بنات بعتوا لي مشاكل زي دي، قالت لي انا دخلت على والدي وشفته بيستني انام في المباحي. انت متخيل الصدمه عامله ازاي؟ بتقول لي انا بقفل على نفسي الباب لما بنام، ولو بابا خبط عليا بصوت بصرخ، بخاف ان هو يخش عليا. فعلا ممكن، فعلا وخوفها ليه حق، ممكن والدها في لحظه جنون يخش يعمل حاجه ببنته. تخيل بنت عايشه ازاي؟ شيء مؤلم جدا. انا بقول لكم عشان يبقى عندك وعي، عشان تتوقع ان الاباحيه لو انت بتتفرج عليها ومدمنها ممكن توصلك لكده. لازم توقف. الاباحيه حرام والاستمناء حرام بلا شك، والخلاف الفقهي ده المفروض ينتهي. الناس بيقولوا في خلاف وفقه، ماشي، احنا ممكن نعذر الفقهاء ما كانوش مدركين لكل الاضرار دي، زي ما زمان كانوا بيعتبروا السجاير حلال، اول فتاوى السجاير كانت حلال، دلوقتي مفيش حد بيفتي ان السجاير تقريبا حلال. زمان يمكن ما كانش اضرار دي واضحه، لكن دلوقتي لابد ان يتفق الفقهاء ان الاستمناء حرام بلا شك. تمام؟ طبعا لو بقى قلنا بقى الايه الاضرار ديت وسعناها على ليه، زي ما قلنا نسبه الطلاق تزيد في ليه في المجتمع، فضلا عن علاقاتك الاجتماعيه نفسها بتتاثر بسبب التوتر الشديد، القلق، العصبيه، العزله اللي بتحصل لك. لو اتكلمنا عن الاضرار على المجتمع، اضرار المجتمع بتبقى شديده، بس خلينا ازود حته صغيره، الفتيات بقى. انا قلت لكم ان في اضرار متعلقه بالبنات لوحدهم في موضوع الاباحيه دوت، منها البنت اللي بتشاهد الاباحيه بيتغير مفهومها عن قيمه المراه مع استمرار الوقت، بترى ان قيمه المراه في جسدها فقط، ومن هنا تكتسب قيمتها. في مشكله قبل كده ان هي لو هي جسدها بعيد تماما عن الصوره اللي هي شايفاها، وان مفيش امل تقرب حتى من الصوره ديت، ولو حتى بعمليات تجميل، البنت بتفقد ثقتها في نفسها تماما، بيحصل لها صدمه نفسيه، تحس ان هي ملهاش قيمه، ان هي ما عندهاش الايه، ما عندهاش الامكانيات ديت. تنكح المراه لاربع، لدينها، ده اول قيمه واكبر قيمه في المراه، جمالها، حسبها، نسبها. في اربع مقومات للمراه في قيمه المراه عموما، الجمال، والجمال ده مش لازم يكون الجسم، لكن المرأة بتحصل الموضوع في الجسم كمان مش في الشكل. أو ممكن بيجي في الإباحية بيبقى في واحدة قبيحة، بس المهم عندهم الإيه؟ الجسم بس. فالمرأة حتى بينحصر فهمها لقيمتها في جسمها مش حتى في شكلها. تقديم بقى حسب نسب، عيلة، أسرة، أفكار، رؤية، إنسانة سوية، علا جميلة، مال، كل الكلام ده شبالي قيمة عندها، تفهم ان هي مع الوقت يحصل تجريف لقيمه الايه المراه عندها، ينحصر في الايه في الجسد فقط. وبالتالي اغلب البنات هتفقد الثقه النفسيه، لان مين دي اللي هيبقى عندها جسم زي ايه زي اجسام بتوع الاباحيات؟ بتبتدي تزهد في القيم الثانيه، دين ايه بقى وفكر ايه ودراسه ايه وعلم ايه، حسب ايه ونسب ايه، كل الكلام ده ملوش قيمه عندها، اهم حاجه جسمها. وبالتالي المراه تبتدي ترى ان هو ده الاهتمام بس، المفروض اهتم بالايه بالموضوع دوت. شوف بقى فيديوهات التيك توك
فيديوهات الميوزيك اللي البنات بيعرضوا نفسهم فيها وبيرقصوا ويلبسوا ويقلعوا، ده اصلا من اثار البنات دي اكيد بيتفرجوا على الاباحيه اكيد. مش ممكن واحده توصل ان هي تعرض بالطريقه ديت نفسها الا ان هي انحصرت، شايفه ان ملهاش قيمه، مش هتجيب اعجاب، مش هتجيب قيمه، عمري ما هبقى ليها لازمه الا ان انا اقلع في الميوزيك، ان انا اقلع في التيك توك وارقص. ده من اثار البنات بقت ماشيه في الشارع دلوقتي هلع في شكلها، في جسمها، في لبسها، ازاي تبين. بقت البنت حتى دلوقتي عندها تصور مختلف، بقت شايفه ان انا ابين جسمي للناس مش وحش، طبيعي، جسمي مش ملكي، مش ملكيه خاصه زي ما بابا بيقول لي، انما جسمي ده ملكيه عامه، اي حد يتفرج عليه ايه المشكله، ويظهر اعجابه بيه ايه المشكله. انت متخيل التجريف اللي ممكن يحصل ليها؟ طبعا موضوع الحب بيتاثر، والكلام اللي حصل للولاد ده ممكن ايه، ممكن يحصل فيها. اضرار المجتمع بقى بسرعه في دقيقه واحده، تحرش يزيد، اغتصاب يزيد، جرائم تزيد، الطلاق يزيد، تجارة الدعارة، تجارة المخدرات زي ما قلنا في ارتباط بين المخدرات وبين الإباحية، ضعف الإنتاجية، هينتج ازاي بعد كده، يحصل له تركيز وإرادة وصبر وتحمل ورغبات، أصلا رغباته التانية بتضعف قصاد الإباحية، مش عايز يعمل حاجة تانية، فيش حاجة بتعمل مع اللي بتعمله ليه؟ الإباحية، استغلال الجنسي للأطفال، الإلحاد، كل ده مرتبط على فكرة بالإباحية، الاكتئاب. وبالتالي طلعنا من الدرس دوت أن الإباحية مش ثقافة، مش حاجة اسمها تتفرج على فيلم ثقافي، تتفرج عشان تتعلم، تتعلم إيه؟ ده أنت هتتدمر، مش هتعلم. الإباحية مش حل مؤقت للزواج، الإباحية مش بتصبر، مش بتريح، مش هتنتهي بالزواج، مش علاج. الإباحية يعني مش أحسن الحلول، مش أهون الحلول، بل هي أسوأ الحلول على الإطلاق. فالحل إنسان يصبر أو يتزوج، أو إن من لم يستطع فعليه بالصوم في نولة وجاه. المرة القادمة بإذن الله تعالى بقى نتكلم على كيفية العلاج التعافي، وكيفية التعامل مع الأطفال، إزاي أوعي ابني موضوع الإباحية من غير إن أنا أقول له الحياة الصعبة اللي إحنا قلناها المرة دي. قد يكون الكلام، أنا حاولت طبعا أستعمل ألفاظ يعني تكون مناسبة لدرس ومسجد والكلام دوت. ممكن بعض الناس يقول لي إزاي تتكلم في موضوع دوت، صدقوني يا جماعة موضوع كل الناس بيتكلموا فيه. أنا عارف طبعا الشباب مش مصدومين ولا حاجة، انهم عارفين الواقع، ممكن ناس كبيره يستخضوا شويه ازاي الكلام في الموضوع ده، صدقني اللي مش متخيل ان اولاده مر عليهم الكلام دوت او هيسمعوه من اصحابهم او سمعوه او قروه يبقى بعيد عن الواقع. يسمعوه صح ويسمعوه من حد ثقه ويسمعوه بشكل مهذب احسن ما يوصلهم بشكل تاني، واحسن ما يطلبوه بنفسهم عشان يتعلموا. لازم الثقافه دي توصل لاولادنا ويتعلموها، يعرفوا ان الاباحيه هي كوكايين العصر، الإباحية أكبر مخدر في العصر الحديث، الإباحية تقتلك وتدمرك. طبعا هنشر لكم بقى روابط إيه فريق واعي والكلام ده، وزي ما قلنا المادة دي يعني جزاهم الله خيرا، بارك الله فيهم. المرة الجاية بقى نتكلم عن التعافي ونتكلم عن موضوع الأطفال. ربنا يرضى عنكم ويجزيكم الله خيرا.